يا باغي الخير هذا شهر مكرمة. أعطيت شابا تركيا كتيبا صغيرا بعنوان رب ارجعون للمؤلف مجد الهلالي، وهذا كتاب قيم في الحقيقة. أخذ الكتاب وبدأ يقرأ فيه، ثم خطر بباله خاطر فأرسل إلي رسالة يقول فيها: يا أستاذ، ما رأيك أن أبدأ بقراءة القرآن ثم أقرأ هذا الكتاب؟ فقلت له: بالطبع يجب أن نبدأ بكتاب الله، فهو كتاب فيه كل خير لكل إنسان صغيرا كان أو كبيرا، لكن لا بأس بأن نقرأ الكتب، كتب علمائنا الكبار، خصوصا أولئك العلماء الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، انظر إلى فهرس الكتاب، إلى مصادر الكتاب، إلى هوامش الكتاب، فإن رأيت فيها مراجع من القرآن والسنة وعلمائنا الكبار فعليك بهذا الكتاب، لكن بعد كتاب الله تعالى، فهو أفضل الكتب وأعظمها. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة.